الكتاب يحمل كثير من الانتقاد لعمليات سابقة كانت فيها أخطاء سياسية أو أخطاء مالية أو أخطاء سوء إدارة. وروح أنا أقدمه لصاحب السمو أمير البلاد ويتشكر على الجهد ويقول لي إذا الجيل الجديد إذا ما يتعلم منكم من يتعلم منه؟ ف يعني هذه ما تحصل إلا بالكويت. فعمار يا الكويت. الكتاب كتبته القصد منه عدم اتهام أي واحد، مجرد الأحداث سطرناها بالكامل وحاولنا نجيب المستندات كلها اللي تثبت تسلسل الأحداث كلها. فما في قصد سياسي ولا قصد مالي ولا قصد أي شيء، مجرد محاولة لجعل هذا الكتاب مصدر للمعلومة حق الشباب الجديد، الشباب الصغار. أنا فخورة اليوم بالإنجاز الأول لأبو مبارك، كتاب مال ورمال، يعتبر إضافة اقتصادية كبيرة للمكتبة الكويتية الاقتصادية، وأتمنى أن شاء الله يكون في أيضا كتب قادمة في الطريق. جميل جدا أن يستعرض القارئ هذا الكم من المعلومات والأرقام والإحصائيات. الأجمل منا كما تفضل فيه السيد فيصل أنه هذا الكتاب الذي كان شفاف جدا بالنسبة للاستثمارات الكويتية في الخارج، وتسلم إلى سمو الأمير ويتوجه بكلمة يقول له أنه هذا يجب أن يطلع عليها كل الشباب والجيل الحالي. أعتبر أنا كتاب مال ورمال مصدر مهم جدا لأي واحد مهتم في عالم الاقتصاد الكويتي، من ما فيه من معلومات ووثائق عن الاقتصاد وعن الفاينانس، وأعتبره يعني يمكن أنه يكون مرجع كذلك مهم لأي واحد مهتم في هذا المجال.